عاد فريق سريع غليزان إلى المنافسة بعدما تركها في آخر جولة من مرحلة الذهاب في الصف السابع ب21 نقطة، فيما حضرت شبيبة بجاية وهي في المركز 11 ب19 نقطة. مدرب الشبيبة معز بوعكاز استقبل بطريقة حضارية من أنصار السريع لتنطلق المباراة في شوطها الأول لصالح أصحاب الديار منذ الدقيقة الأولى. محاولات الأرسيار تواصلت بكرات ثابتة عديدة تمثلت في مخالفات وركنيات توالت واحدة والأخرى، لكن كرات السريع تميزت بالتسرع، وفي كرة طويلة ضيع المديل أمام الحارس مكراش وطالب أهل الديار بضربة جزاء. اللاعب السابق للشبيبة والحالي للسريع فوزي رحال بفتحة جميلة وجدت رأسية علاق التي جانبت الإطار. في الشوط الثاني لم نشاهد الشيء الكثير، لكن الجي اس ام بي حسنت من أدائها فيما بقي السريع يضيع في الكرات. ولأن الشوط الثاني شوط المدربين، دخول دراج أتى بالجديد مستفيدا من تمريرة جميلة أسكنها محمد دراج في الشباك معلنا عن تسجيل الهدف الأول الذي كلفه بطاقة صفراء بعد نزع القميص. لقطة المباراة هو تصرف هذا المناصر الحضاري عندما اقترح على الأنصار رفع النفايات قبل نهاية المباراة. وبالعودة للحديث عن اللقاء، فقد حاولت الشبيبة التعديل فيما أراد السريع إضافة الثاني وقتل المباراة، وأضاف الحكم البطاقة الصفراء الثانية أي الحمراء في وجه مسجل الهدف دراج بعدما أبعد الكرة إلى خارج الميدان، فيما منح الحكم إبرير بطاقة حمراء ثانية للحارس الثاني بالإعلام وهو على دبكة البدلاء، ليبقى السريع دون خطأ بعد هذا الفوز على ميدانه وأمام جماهيره، فيما وجب على الشبيبة تحسين الأمور في المباريات القادمة.